رحم الله الكابتن ثابت البطل، وايضا كان من كبار النجوم طبعا المشهود لهم بالكفاءه في مجال كره القدم وفي مجال حراسه المرمى، فضلا عن انه شخصيه من اقوى الشخصيات اللي كانت موجوده في الوسط الرياضي عندما تولى منصب مدير الكره لاكثر من مرحله او اكثر من فتره مع الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. وكان من الامثله اللي او كان بيضرب بيه المثل في الحزم والالتزام وصرامه برامج العمل الموضوعه مع الجهاز الفني للاعبين، وكان دايما الامور منضبطه في وجود الكابتن ثابت كمدير للكره الى اقصى درجه ممكنه. كابتن زيزو، ايه الحاجات اللي دايما بتفتكرها ولا يمكن تنساها ابدا عن الكابتن ثابت البطل، الانسان ولاعب الكره؟ ثابت الله يرحمه كان نموذج لابناء النادي الاهلي، كان ليه نصيب كبير جدا جدا من معنى اسمه. كان ثابت وكان بطل، كان راجل جدا صعيدي، طبعا صعيدي جدع، يعني من الناس اللي هي تشوف كده تقول عليه يعتمد عليه في أي مشكلة أنت ممكن تواجهك، مثلا تلاقيه واقف جنبك. ثابت كان لعيب، كان جول كيبر بس كان حريف، يعني كان يحب يشترك، ودي نادرة قوي في لعيبة حراس المرمى ما تلاقيش حارس، لأن هو أصلا كان راس حربة، ودي يمكن الناس كتير ما تعرفهاش. يعني لما جه النادي الاهلي ما كانش حارس مرمى في الاول خالص، عشان كده كان من افضل الحراس اللي بيعرفوا يتصرفوا بالكوره لما الديفنس يرجع لهم الكوره في اي وقت. وكان في حاجه تانية اضافها برضو لحضرتك، اما كان بيبقى واقف في المرمى كان بيفكر، ما بيعتمدش على قدراته اللي هي خاصه من الناحيه البدنيه وعمليه انه يترمي مثلا عشان يمسك الكوره، فهتلاقي بيخلي دم الراجل اللي بيشوط عليه الكوره دمه تقيل او الكره بتاعته ضعيفه، فتلاقي المهاجم شاط كره راحه في المقص، هو واخد خطوتين ومسكها بايده، كان عنده الفوت ورك كويس جدا، الحركه بالظبط كده كانه لاعب مش حارس، كانه لعيب. فهو حته التوقع والتخيل بالنسبه له كانت عاليه جدا، فدي كانت من ضمن المميزات. هو طبعا مره تحداني وانا تحديته في حاجه، كنت انا مدير كوره بس كنت صغير، يعني عندي 29 سنه، فكنت فت، انا قعدت فت لغايه سن 42 سنه تقريبا يعني. ف وانا مدير كوره كنا في رحله في الكويت، وبعدين كنت انا والخطيب دايما يعني نغيظه هو واكرامي على اساس ان هم ما بيلعبوش ضدنا يعني، فما بيجيش فيهم جوال كتير، وكان قدامهم خط دفاع طبعا كان قوي جدا، كابتن حسن والكابتن مصطفى يونس وعبد الباقي وفتحي والمجموعه الجميله دي، وبعدين ماهر همام. فاقول لهم انتوا قدامكم خط دفاع، اقوى خط دفاع في مصر واقوى خط هجوم ما بيلعبش قدامكم، فعشان كده فكنت اغزهم انا والخطيب يعني باستمرار يعني، ومصطفى عبده كان دايما برضه بيبقى معانا. فجه مره تحداني قال لي طب انا هتحداك شوت عليها ضربات جزاء. انا ما كنتش شوت ضربات جزاء، كنت بسيبها لان كان في ناس كتير احسن مني زي الخطيب مصطفى يونس وصفت ربنا يعافيه. فقلت له هشوط عليك، فانا عارف اسلوبه، فكنت لما باجي اشوط عليه ما ببصش للجول، انا يعني كنت حتى الفاولات ما كنتش ابص للجول او اسدد على الجول، ما ببص للمرمى نفسه. فالحته دي بتتعب حارس، بتبقى عينك اكتر على الكوره، عينيا على الكوره وانا حافظ المكان، وحافظ المكان وهتلعب من غير ما تبص. في مهاجمين كتير كده، دي اصعب على حارس المرمى طبعا، دي صعبه جدا. انت هو الحارس بيقرا عينيك الاول، فمن خلال عينيك بيقدر يتخيل ممكن تعمل معاه ايه، ويتوقع ويتحرك يمين او شمال بالظبط. فانا كنت، وبعدين ما بشوطش ببطن رجلي، تلعب البينالتي مش بطن رجلي، لو شوط بوش رجلي تطلع الكرة اقوى، شوط اقوى. فالحقيقه يومها انا كسبته طبعا يومها يعني. الله يرحمه. طب كانوا كام؟ كام ضربة جزاء؟ لا ده انا قلت، هو قال لي 10 10 ضربات جزاء، انا شوطت عليه يومها حوالي 34 ضربة جزاء، اخر واحدة هي اللي ضاعت. قلت له انا هشوط عليك مش 10، اخر واحدة يعني في 33 كرة دخلوا كلهم دخلوا. الحمد لله. فهو حتى قال لي يا عم انت ما بتبصش على المرمى. طب دي حكاية تحكيها في ذكرى كابتن ثابت يا كابتن زيزو يعني. لا ما انا في الاخر اقول لك هو كسبني بقى، خد الرهان الحمد لله. هو في واحدة راح ضاعت ولا صدها الله يرحمه؟ لا هو صدها. طب كويس، فالله يرحمه كان جدع جدا، كان كلنا كنا بنحبه، كان قوي قوي كمدير كرة. هو الجدعنة، الجدعنة فيه جدعنة الانسان الصعيدي المصري اللي هو راجل يعتمد عليه، واخد بالك، وكان بار جدا باهله، وكان الناس بتحبه، وعلى فكره كان دمه خفيف جدا، وكان صوته حلو جدا، يعني كان من الناس اللي بتغنينا على طول، كان غاوي يغني لسيد مكاوي الله يرحمه، اغانيه كان حافظها كويس قوي، فكان دايما بقى في الاوتوبيس وبيتحفنا يعني بصوته الجميل الله يرحمه ويحسن اليه. لا ثابت نموذج زي ما قلت لحضرتك كده،
يعني لاولاد النادي الاهلي المخلصين جدا. خد اتسم بسمت من النجوم اللي اتسموا بسمت النادي الاهلي وخدوا شخصيه النادي الاهلي. وشخصيته ما اتغيرتش. يعني ما اتغيرتش بمعنى ايه؟ اتطورت في الجوانب العمليه. يعني هو لعيب كان ليه ستايل معين. حافظ على هذا الستايل وهو مدير كوره. ففضل على كده فما اتغيرش. لما تيجي تقيم ثابت البطل الله يرحمه ويحسن اليه بتقيمه من اول ما بدا لغايه اما ايه؟ توفاه الله. فتحس ان هو ثابت البطل زي ما هو ما اتغيرش انما حصل عنده تطور. لكن الطيبه والجدعنه كل ده بيكبر بلد وطبيعه الشخصيه ويكبر بالظبط. كان صريح كمان يقال عنه. لا ما هو صريحه هو جدا الإنسان يعني كان صادق وكان واضح شخصيه واضحه جدع يعني كان ساعات الناس بتزعل منه للصراحه بتاعته ودايما الصراحه بالرغم ان الصراحه راحه الا انها بتزعل البعض احيانا وخاصه لما بتبقى مسؤول. يمكن لما بتبقى لعيب بتقدر انك انت تتجاوز شويه تتغاضى شويه انما بتبقى مسؤول كمدير كوره مفيش مجاملات لا في مجاملات ولا تقدر تتغاضى عن النظام اللي انت مسؤول عنه. وكان من مديرين الكوره رحمه الله اللي ما يدوش فرصه لنجم مهما على شانه او كان متميز فنيا او مؤثر مع الفريق انه يفرض عليه كلمه او انه يقول انا استثناء او انا مش هتسمع. لا لا لا, لا هو كان عنده الكلام ده خالص وكان بيحترمهم في نفس الوقت. يعني هو ما هي الميزه في انك انت ازاي تحترم النجم. يعني النجم ده لابد ان يكون محترم طبعا تحترمه بشكل طبيعي بس تطبق عليه نفس القواعد طبعا بس. لا 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 طبعا طبعا طبعا. اخيرا بقى نقطه فنيه قبل ما نختتم كلامنا عن المرحوم الكابتن ثابت البطل. كان يقال عنه انه من افضل حراس المرمى في تاريخ مصر والعالم العربي وافريقيا في الحركه جوه منطقه ال 18 اللي كان يطلع لاخر حدود ال 18 مع اي كره عاليه ويقدر يوصل لها. دي نقطه زي اللي احنا اتكلمنا فيها عمليه الفوتورت بتاعته التحركات بتاعته جوه ال 18 ان هو حريف فبيتوقع ولذلك هو حتى لما كان يشوط كويس حتى يشوط على المرمى نفسها المرمى نفسه. فهو الشوطه بتاعته تحس ان هو كان بيحاول من اوائل الحراس المرمى اللي يلعب الكوره للعيب مش يشوطها وخلاص. فدي برده كانت من الحاجات بتاعته. لا ثابت كان لعيب. انا عشان كده بدات كلامي بان هو حريف. بص حتى ما بيرمي الكوره تحس انه بيرميها لواحد في مكان معين يقدر يبدا الهجمه صح وما يبقاش عليه ضغط تترد عليه في منطقه صحيح كان عنده دقه شديده في تمرير الكوره بالايد لاي لاعب بيبتدي الهجمه صحيح. وبعدين ضربات الجزاء كان مميز فيها جدا لان هو كان بيقرا الشخصيه اللي هتشوط عليه الشخصيه اللي هتشوف عليه ده زي ما يكون بيذاكر اللعيب نفسه عارف شخصيته الفنيه شكلها ايه. فكان كتير قوي كان بيصد ضربات جزاء الله يرحمه طبعا هو الله يرحمه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والالتزام طبعا والمستوى الفني وايضا الحزم والشخصيه وقوه الشخصيه والمستوى الاخلاقي أكيد. ومحبه حضرات كل النجوم الكبار في تاريخ الاهلي وتقديرهم الكبير على فكره المجموعه دي كلها كانت يعني بسم الله ما شاء الله.